متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارت الثقافة، والذي سنجيب فيه عن سؤال: هل كانت السلطانة قوسام محقة في تخلصها من ابنها؟ لكن قبل ذلك، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في التعريف بالقناة. كان السلطان إبراهيم مهرجا على مسرح السلطة، ارتكب الكثير من الحماقات والتجاوزات الخطيرة، وأنفق ميزانية الدولة على جواريه، فضرائب الشام لإحداهن وضرائب مصر للأخرى، أذل أخواته من السلالة وهدد بنفي أمه من القصر، أقحم دولته في حرب من أجل استعادة جاريته ظفيرة، وفتح أبواب السلطنة لأنذال الرشوة والفساد. هذا ما يبرر به المدافعون عن السلطانة قوسام ما فعلته هذه الأخيرة من تقديمها لرأس ابنها للإنكشاريين الثائرين. فكل هذه الأحداث هي أحداث صحيحة، وقد سبق وأن نشرت وجهة النظر المدافعة عن السلطانة قوسام في تقرير على جزئين بعنوان السلطانة قوسام جشع للسلطة أو حماية للدولة، وأؤكد أن ذلك لم يكن رأيي بل رأي المدافعين عليها. أما أغلب المؤرخين فقد أدانوا ما فعلته السلطانة قوسام. فإذا سلمنا بأنها قد دبرت على ابنها إبراهيم وأنها قد انقلبت عليه لأفعاله المشينة، فبماذا يمكن تبرير الانقلاب على حفيدها الصغير؟ هل ارتكب ما ارتكبه والده وبالتالي استحق الانقلاب عليه أيضا؟ أم أن السلطانة قوسام في الحقيقة لم تنقلب على ابنها إبراهيم الأول من أجل الدولة أو مصالح الناس، بل في الحقيقة من أجل مصلحتها والحفاظ على نفوذها؟ هذا هو رأي أغلب المؤرخين. وإذا كانت الدراما قد جعلت جزءا كبيرا من المتفرجين يتضامنون مع السلطانة قوسام، فإن هذا لا يمنع من الاعتراف بأن هذه السلطانة كان لها أثر سيء على الدولة العثمانية. أما بالنسبة للسلطان إبراهيم، فإنه حتى لو كان هذا السلطان مجنونا أو ماجنا، فإن السلطان يمضي بانقضاء أجله وتبقى الدولة. أما الانقلابات المتكررة فإنها تذهب بالدول على رمتها وتضر بها ضررا كبيرا، وبالتالي فكان الصبر على جنون إبراهيم أولى من الانقلاب عليه، لأن له بيعة في الأعناق، والبيعة في تلك العصور كانت بمعنى الشرعية الانتخابية في عصرنا. هكذا كان مذهب خالد القصري في الدولة الأموية عندما جاءه وجوه بني أمية وطلبوا منه مؤازرتهم في انقلابهم على الخليفة الوليد ابن يزيد، حيث أن هذا الخليفة تجاوز الحدود أكثر من إبراهيم الأول بكثير. إلا أن خالدا القصري نهاهم عن ذلك رغم علمه بأن الوليد لا يصلح للخلافة، وقال لهم حكمته الكبيرة: يذهب الوليد بانقضاء أجله وموته وتبقى الدولة قائمة، أما الخروج عليه فإنه سيعرض الدولة للسقوط، وهذا ما حصل فعلا في الدولة الأموية. وعلى نفس المنوال، فلقد أدت الانقلابات المتتالية في الدولة العثمانية إلى إضعافها وسقوطها في مرحلة لاحقة، وبالتالي فإن التاريخ وسننه وقوانينه يجيبون على هذا السؤال. لم تكن السلطانة قوسام أبدا محقة في الانقلاب على ابنها رغم جنونه ومجونه، ولقد كان الصبر على الضرر الذي كان آتيا من هذا السلطان أقل بكثير من الصبر على الأذى الذي لحق بالدولة من جراء الانقلابات المتتالية عليه وعلى من خلفه. هذه هي إجابة التاريخ بدون عواطف ولا تحيز. أتمنى أن تكون قد بلغتكم. لا تنسوا أن تكتبوا رأيكم في هذا الموضوع، وإلى اللقاء في تقارير قادمة. إلى اللقاء.